تمام يا استاذه، جمعنا الناس بسرعه. لايف الحافظات النهارده هنطلع لكم لايف بشكل جديد كده حلو من قسم الحافظات، هنوريكم الشغل اللي لسه جاي حالا بنفس الاسعار. جمعنا بس الناس كده، كل اللي داخل معانا اللايف بعد اذنك شارك اللايف، شارك اللايف عشان تكسب. والكومنت بتاعنا رزق نتاك في السين هاشتاج بعد اذنك برضه هيكسب معانا الكومنت ده. وبعد اذنك، بعد اذنك لله علق ايدك على اللايكات، بلاقي اللايف عليه 300 واحد وفي الاخر عامل 50 لايك، فبعد اذنكم علقوا ايديكم على اللايكات شويه معانا عشان خاطر اللايف يوصل لاكبر عدد من الناس. بص بقى هنعمل مفاجاه جامده قوي، لو اللايف ده وصل 500، لو وصل 500 هطلع اعلى حافظه عندي هنا في المكان هديه. من الاخر مش هعمل لك هديه واطلع لك مفرش ب 50 جنيه واقول لك هو ده الهديه، هطلع لك اعلى حافظه موجوده في المكان. لو وصلنا اللايف دوت ل 500 مشاهد معانا بيتفرجوا دلوقتي، اول لما يوصل 500 هكسب واحد. هتعمل ايه؟ هتعمل منشن لاي حد محتاج يشتري حافظات يجي يتفرج معانا، لاي حد مهتم بالعروض يجي يتفرج معانا. هتعمل مشاركه لللايف على صفحتك واكتب كومنت رزق نتاك في السين وعلق ايدك على اللايكات. دلوقتي هنخش قسم الحافظات، معانا استاذ ايمن مسؤول قسم الحافظات اهو هيفرجنا على العروض اللي عنده، وانا هوريكم المقاسات وهوريكم الاشكال وهيشرح لكم الخامه وكل حاجه ونقول لكم الاسعار. الاسعار هي هي لسه عندنا، الحقوا انزلوا اشتروا، فرصه والمطره والشركات مش عارفه تغلي، لسه الدنيا واقفه واحنا بنقول لكم عندنا بالاسعار القديمه وبنبيع بفضل الله. وفي اشكال جديده وصلت، يلا بينا. الشغل ده التكرار يا باشا، الشغل ده هو في 2 في 3 بس ما بيجيش 2 في 3 الصبح، ده 180 في 82. تعالى كده يا باشا، بص اهو، بص يا ست الكل، اتفرجي كده الناس معاكي. بص الشراشيب حاجه زي السجاد بالظبط، ظهر محبب تفرشيه على السيراميك على طول. في الصيف بديل السجاد تمشي على السيراميك على طول، في الشتاء تحطيها حافظي على السجاده تدفي لك المكان. مقاسها 2 في 3 ها؟ 2 في 3 بس مش صافي يا باشا، المقاس دوت بيجي متر 80 في 82 عشان يبقى صادقين في الكلام. برضه المبدا عندنا واحد اهو بنقول لك دي بتنزل متر 80 في 82، بره بيقولوا لك مترين في 3، عندنا اهو متر 80 في 82 هو نفس المقاس، بس هم بيقول لك بره 2 في 3. ملمس قطيفه ظهر محبب على السيراميك على طول. شكل تحفه. بص كده زي ما انت شايفه معاكي، حاجة كده ترندي شياكة. بص يا استاذ بس برضو عايزين نقول للناس بكرة جاية الحافظات الجبلان اللي شفتوها في اللايف اللي فات، جاي منها كميات بكرة، وجاية رسمة الايكيا للناس اللي سألت عليها جاية برضو معانا بكرة، اللي عايزها يجي ياخدها بكرة ان شاء الله من المعرض اخر النهار او بعد بكرة بكتير. بص بقى الشكل ده، بص يا استاذ الشغل ده 2024، الشغل ده بتاع السنه الجديده لسه واصل النهارده. بنقول لكل زبايننا الشغل ده مش هتلوه في اي حته بره. بص تدريج الالوان معاكي كده، تابعي وبص الخامه وبصي الحفر على الشغل، وبصي الظهر الجلد، الظهر الجلد رسومات 3 دي وتدريج الوان اهو زي ما انت شايفه، مش هتلاقيه في اي خامه. واي حد يعجبه اي حاجه ياخدها سكرين شوت عشان بصي بقى الشياكه كتيره جدا. رسومات كتيره جدا. لا لا لا, لا. افرد 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 افرد. بصوا بقى رسومات 2024، الناس بقى اللي داخله السنه الجديده كده وعايزه تجدد في بيتها باقل ثمن ان شاء الله، هنخليكي تفرشي بديل سجاد. هقول لك انا مش بتوع حافظات، احنا بتوع حلويات. بصي بصوا يا جماعه منتهى الشياكه اللي في الدنيا والالوان والتدريج، حاجه 3 دي كانها هتنطق اسمها بايديك الايكيا. ما اعرفش يا عم سامح، نقول للناس الحلويات والجمال. بصي يا استاذه كل رسمه يا جماعه احلى من اللي قبليها، استحاله تلاقي تركيب الالوان بالشياكه دي الا في الشغل الثري دي بس. بنأكد على كل الناس عايزين كده تفاعل معانا، دي حرام نقول عليها بديل سجاد، دي سجاده. بص الشراشيب وبص الظهر الجلد معاك اهو يكلبش في السيراميك. نفرجكم بس على الشغل الجديد القمر، الشغل الجديد اللي وصل عندنا والعروض شغاله عندنا بنفس الاسعار في اخر لايف للحافظات بنفس الاسعار شغاله معاكم. احنا بس بنوريكم الشغل الجديد اللي وصل وبنأكد عليكم الجبلان جاي بكره ان شاء الله. بصي بتنقي بعناية الحتة، الرسمة برسمتها لان الشغل ده 24، الشغل ده مش هتلاقيه في اي حتة بره. عايزة كل الناس اللي معانا في اللايف، بص كده على اللايف ما تنسيش تدوسي لايك اعملي منشن، وما تنسيش وصلت 500 متابع هطلع حافظة اختي دي، 500 مشاهد لللايف دلوقتي بالمنشن والشير هطلع حافظه 3 دي هديه. جايبين منها ايه تاني بقى يا استاذ؟ بديل سجاد. جايبين منها اربع مقاسات، جايبين منها اربع، احنا ورينا الناس ال 2 في 3 اللي هو متر 80 في 82 سفر. ده المقاس اللي بعديه يا استاذه. ده المتر 60 في 82. بص بقى على الشقه الاسود التجمع. المقاس الوسط يا جماعه على الرسمه. بص يا استاذه كل ده شغل 24 يا استاذه، مش هتلاقوه في اي حته بره. خد سكرين شوت ودور عليها في اي حته.
مش هتلاقوا الشغل ده بره. ماشي يا باشا. بص اهو الشراشيب سجاده والظهر جلد، الرسومات اكتر في المكان. خدوا بالكم احنا مش مطولين كتير، فاعملوا منشن كتير بعد اذنكم وشاركوا اللايف كتير على اكبر عدد من المجموعات عشان اوصل 500 واطلع الحافظه. دبسوني انا اللي هدفع حقها. اوه بصي بقى بلاش حلويات 24، ده كله 24. مقاسها كام دي؟ مقاسها كام دي؟ متر و60 في 2.5 متر. ده المقاس الوسط. متر و60 في 2.5 صافي. ها تمام يا باشا. متر و60 في 2.5 برضه معاك صافي. ظهر جلد كلبش في السيراميك. بص السرفله برضه قد ايه معاكي؟ شراشيب يعني ده حرام نقول عليه بديل سجاد، ده سجاد على طول، ده السجاد الاقتصادي. خد يا عم، خد يا عم مريم معلش. بصي الناس كانت بتسال على الرسومات الهندسيه اهو. بص الشغل مفيش ستايل بيعجب حد مش موجود في التشكيل اللي احنا جايبينه. جايبين تشكيل 2024 من فراجولكم، ده اللي هتفضلوا تشوفوه عند الناس لمده سنه قدام لسه. جايبين رسومات السجاد برضو لعشاق رسومات السجاد. بص اتفضلي يا استاذ شغاله سجاد. ده مش فرش بديل سجاد، ده سجاد. شراشيب سجاد يا استاذ طه محبب، حاجه على اعلى مستوى تمسك معاك على السيراميك. ده المقاس المتر و60 في 2.5. نشوف المقاس اللي بعده يا استاذه. على فكره مهما هيوريكي في اللايف مش هيوريكي كل الاشكال اللي عندنا، احنا عندنا اشكال عايزه 3 ساعات لايف على الاقل عشان اوريك كل الاشكال اللي عندي. احنا عايزين الناس تيجي هنا. احنا بنوريكوا بالظبط، اوريكي كل الالوان موجوده، كل الاذواق موجوده بفضل الله، كل المستويات الميني. موجوده. ده المقاس الميني متر و40 في مترين. اللي هو 80 في 180. هو ده المقاس ده المقاس الميني. بص الرسمه يا استاذه بعد اذنك. ده مترين 25 في كام؟ متر و40 في مترين. متر و40 في مترين صافي. بص الشراشيب بتاعتها يا استاذه. بص السرفله سجاده. الظهر الجلد برضو اللي بيكلبش في السيراميك اهو معاك. حاجه زي كده جميله يا استاذه. بس الصوره بتاعتها تمام يا استاذ. بص بقى اتفرجي واتحداكي. هات كده الرسمه ورينا كده قدامك عشان انا عايزه الناس تيجي بالصوره تمام وتقارن ما بينها وبين الطبيعي. بص يا استاذه الحلويات كل ده شغل 24 يا استاذه. الشغل ده مش هتلاقيه في اي حته بره. وعندي منها كمان الرسومات الـ3 دي للاطفال، ستايل النوبي ده اللي بتحتاجيه في اوضه الاطفال. تعالى تعالى عايزين بس ناكد على الناس عنواننا. شبرا الخيمه شارع احمد عرابي، اخر شارع احمد عرابي جنب ناس للدقالي وبيومي. لو جاي من ناحيه شبرا الخيمه يبقى احنا على اخر شارع احمد عرابي قدام كوبري عرابي على طول، الشارع اللي في وش كوبري عرابي. لو انت جاي من اي حته في مصر على الدقالي نزله ام بيومي احنا جنب النزله على طول. احنا ورينا الناس اللايف اللي فات احنا جنب النزله على طول. احنا قلنا للناس ال 2 في 3 عامله 475، الوسط 375، المقاس الميني ده ب 200 ب 325 بس. بص بقى الاطفال 325. ادي 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 حلويات يا استاذ. جميع الشخصيات الكرتونيه موجوده. جميل ما شاء الله. بص تناسق الوان حاجه جميله. حاجه للدين درجات الالوان موجود ليها باذن الله رسمه موجود ليها لون. يعني ربنا يرزق الناس كلها الاطفال اللي عندها اطفال خليه ينقي الشخصيه اللي هو عايزها هتلاقيها موجوده عندنا ان شاء الله. الشخصيه اللي ابنك بيحبها. بصي بصي يا استاذه الحلويات ميكي وميني اهو. بصي يا باشا بصي تناسق الالوان حاجه جميله يحتاجها لاوضه الاطفال. التدريجات دي مش هتلاقيها الا في الشغل الثري دي بس. نفس المقاس الكبير بالظبط، نفس الشغل الكبير. شراشيب سجاد يا استاذه، ظهر محبب على السيراميك على طول. مش هتحتاج ان انت تفرشيها حتى على سجاده، لان ده اصلا بديل سجاد. احلى ما فيها يا جماعه ملمسها بسيطه يمشي معاكي بقى في العين البرد دي تتدفع على طول. يلا وحش وريهم وريهم. قلنا عنواننا ما تنسوش، شبرا الخيمه اخر شارع احمد عرابي جنب ناس للدياري ام بيومي. وهو سيء خالص، ممكن يكتب على جوجل سنتر العروسه رزق نتاج، اللوكيشن هيظهر له بتفاصيل كل حاجه. اكتب على جوجل سنتر العروسه رزق نتاج، بناكد على الناس مالناش فروع ثانيه، فاكتب سنتر العروسه رزق نتاج ده اللوكيشن الصح اللي هيجيبك لحد باب معرضنا، مالناش فروع ثانيه. تمام يلا يا باشا وري الناس كده. دي مقاس كام؟ ده الميني برده زي ما احنا. يبقى احنا لسه بنتفرج على المقاسات الميني برده اهي. 325 بس. والله يا بلاش. عايز اقول لك السجاده متاح متاح لجميع المحافظات. بنستاذن الناس برضو اللي عايزه طلبات اونلاين بناكد عليكم.
حاولوا تطلبوا في الوقت الرسمي بتاع الشغل من الساعة 11 للساعة 11، يعني حاول تطلب في الوقت دوت. عشان احنا عندنا رسومات كتير، اللي يعجبها رسمة ريت تاخدها سكرين شوت لو هي جاية تاخدها من هنا عشان ما تتعبش في كتر الرسومات والاشكال. الحاجة اللي تعجبك خدها سكرين شوت. ماسكم دي ميني برضو. يا جماعة كمان بص اللي عجبك هتلاقي احلى منه في المكان. تمام دي الوسط. بص ده المقاس الوسط 375 المقاس الوسط، 475 الاثنين في 3 325 المقاس الميني. وناكد على الناس الجبلان للناس اللي كانت بتسال عليه جاي بكره، جاي كل الرسومات جايه بكره، وخصوصا رسمه الايكيا اللي عرضناها اللايف اللي فات الناس كلها كانت بتسال عليها. بص بقى يا استاذ احنا جايبين حاجه جميله جدا، شمواه مش قطيفه، شمواه 2 في 3 والوسط والمشايه بتاعتها. عايزين نقول ان ده هارد عرايس عشان العروسه اللي مش هتجيب، العروسه اللي مش هتجيب سجاد اللي احلى من السجاد عندنا. احنا عايزين نقول للعرايس ما تجيبوش سجاد خلاص، يعني الموضوع ما بقاش مستاهل سجاد، عشان حتى تقدري بعد كده تغيري ديكور شقتك بسهوله، بدل ما انت تجيبي سجاده غاليه وتضطري تبقي متدبسه فيها طول العمر. لو جبت السجاد برده محتاجه تبدلي وتبقى عندك طقم تاني، تعالي هنا خدي الطقم ده اهو ببلاش ببلاش وشك من السجاد. خامه برده ايه يا جماعه؟ تحفه الحفر دي شموان. انت فرشه سجاده بالظبط يا استاذه، حاجه 2 في 3 صافي، دي اللي 2 في 3 الصافي، ملمى الشموان ظهر محبب في 3 صافي، بمعنى على طول يا استاذه مش متر 80 في 2 80، دي 2 في 3 صافي. للناس اللي عايزه المقاس الصافي هو عندنا، عندي منها حوالي 8 رسومات بالوانهم. بص يا استاذه دي رسمه، دي اسمها رسمه الماسه. يلا الرسمه دي بقى دلوقتي بص بقى من اشيك الرسومات دي، ناس بتجينا من اخر الدنيا الرسمه بتاعت تخاريف النحل دي. وكل الرسومات دي يا جماعه والاشكال بتاعت بديل السجاد موجوده على صفحه. بص عايزه ساده موجود، بص يا استاذ عايزه ساده موجود، عايزه منقوش موجود، عايزه اشكال هندسيه موجود، عايزه رسومات اطفال موجود، عايزه شغل حفر موجود، عايزه شغل قطيفه شمواء، اي حاجه عموما عندنا. دي الشمواء حاجه ملمى الشمواء، حاجه محترمه، حاجه شياكه وحاجه تشرف. بص هو بيعمل كده بايده، معلش يا استاذه عايزين نوري الناس تفصيله صغيره كده. بص يا استاذه تدريج اللون فاتح وغامق، ده يوريك الشعرايه بتاعتها قد ايه اصلا. بص الشراشيب يا استاذه، شراشيب سجاد ظهر على السيراميك على طول ما يهزش معاكي سنتي. يلا دي منها برضه يا استاذه رسومات سجاد، لسه 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 ما خلصتش معاكي التشكيله، وده الجديد بس، احنا بنوريك الجديد بس. دي الايكيا منها يا باشا. طبعا الايكيا دي بقى عايز اقول لك كل الزبون داخل عايز الايكيا بكل الوانها. دي رسمه ثالثه منها يا استاذ، احنا كده ورينا للناس رسمتين ودي الثالثه نفس الملمس برضه رسمه شموان كمان نفس الملمس يا استاذه بنفس الظهر بكل حاجه. عايزين نوري الناس برضه عروض الستاير يا جماعه، اشكال ورسومات كتيره مش جدا عايزة جدا الناس. هو انا عايزه الناس تيجي هنا وتقلب بقى وانت تتفرج. انا عندي رسومات كتير، وانا خلي بالكم انا لو عرضت الرسومات دي كلها احنا ممكن نخلص اللف في ساعتين من كتر الرسومات ومن كتر الحلويات. بس نعرض دي اخر قطعه، الحته دي للناس عشان اخر قطعه دي معانا سجاد بالوان. بص يا استاذه الحلويات دي رسم السجاد للناس اللي بتحب رسومات السجاد. انت فرشه سجاده بالظبط يا استاذ. بقول لك ايه، عندك ستاير ووتر بروف بعد كده عشان المطره؟ عندي انواع الستاير نخلص. الناس اللي عايزه ستاير ووتر بروف كده تعلق ايديها على اللايكات بعد اذنكم عشان احمي لك ستاير البلكونه وهحط لك مش هتلاقي اي حته غير عندنا احنا بس. ستاير ضد المطره. بص يا استاذه حلويات، بص الالوان. بص يا جماعه احلى من السجاد. والله كنت لسه هقول لك احلى من السجاد فعلا. شكرا ان انت عرفتها. شمواه انا محترمه. وريني بقى كده لما بنقرب من الشموع واجي للسما وتقولها. بص الكثافه قد ايه يا استاذه؟ خلي بالك الكثافه لو مش عاليه مش هتروح وتيجي كده في الايد. اهي الشعرايه باينه اهي قدامك حجم الشعرايه قد ايه؟ تمام؟ دي مقاسه 2 في 3 صافي، 2 في 3 صافي. معلش اوري الناس برضو بالمتر، هات متر معاك، هات متر معاك وقيس. ده المقاس الوسط منها. نفس الشكل؟ اوه شكل السجاد برضه. الله ينور عليك يا باشا. شكل السجاد بقى برضه هو المقاس الوسط. وموجود منها ميكرو
الثلاثه يعني تمام. ده اللي هو متر و60 في 2.5، ده كل البول بتحتاج المقاس ده. متر و60 في 2.5 تمام، نفس الكثافه في نفس السمك. بص يا استاذه، نفس الفينش، كل حاجه كل حاجه هي هي. شراشيب يا استاذه وشموها يا جماعه العالي. بصي يا استاذه، بصي السجاد يا جماعه جميل. نفس الظهر يا استاذه، ما تتحركش سنتي من على السيراميك. دي برضه كل الاستمرار والورقات المقاس الورق. الستائر الوتر بروف فين؟ ماشي. منها الرسومات برضه الهندسيه. بص يا استاذ، هات يا باشا، هات من الناحيه دي. ماشي. بص يا استاذ، بص الحلويات يا استاذ، بص بقى دي دلع. الجريهات طبعا الناس كلها بتسالها، طبعا كل رسمه بالواناتها بالثلاث مقاسات بتاعتها، بكل درجات اللون موجوده معاكي. مش الناس السعر بس، السعر ده يبقى مفاجاه، ان السعر ده مش هتلاقيه في اي حته في مصر غير عندنا احنا بس. بتبيع بكام؟ احنا بنبيع الشموه دوت، الشموه النضيف الخامه الثقيله الماتيريال العاليه ب 775. هنقول للناس ده بس ب 750 عرض بثلاث ايام. 750 يا استاذه الشموات الاثنين في ثلاثه السخن. بنبيع الوسط ب 600، احنا هنقول للناس الوسط ب 550 بس. عرض لمده ثلاث ايام ب 550 الوسط. اللي هو الشموه دي كله رسومات وبالونات يا استاذه. عندك مشايات بقى؟ مشايات. هنقول للناس المشايه يا باشا. ماشي. عايزين بس كده نخش على العروس بقى الستايل. عايزين نلحق عشان ما نطولش على الناس في اللايف، الناس صارنا معانا. وصلنا 500؟ معلش بس اخلص اخر لقطه. المتر الثلاثة الشموات. بص يا خلاص. تعال. هوبا. متر في 2 ومتر في 3. احنا كنا لسه عارضين الشكل ده على فكره. نوري الناس الحلويات، ده متر في 2 يا استاذ. متر في 2 دي. برضه شمواه، برضه ملمس. شراشيب سجاده نفس الشغل. ما بيختلفش في اي حاجه، الظهر الجلد كل حاجه، نفس السرفله كل حاجه. لسه كل فردين الوسط. وريني. ودي برضه كنا عارضينها من شويه كبير اهو. الحلويات. تطقيم هنا بقى. بيقول لك اعملي طقم كامل بكل المقاسات. دي متر في 3. متر في 2 ومتر في 3 والمقاس الوسط. حاجة شموية. بكام؟ بكام المتر في 2 وبكام المتر في 3؟ المتر في 2 ب 350 والمتر في 3؟ 3 ب 450 يا استاذة. تمام. حاجة شموية، حاجة بتفرشيها، حاجة تشرف. بص يا استاذة الحلويات، سجاد، شراشيب يا استاذة. بص سمك الشراشيب. بص الظهر، حاجة محببة، حاجة تمسك في السيراميك معاكي، حاجة تشرف. تمام يا استاذة؟ يلا باشا. نخش بقى على الستاير. ماشي. لسه هنوريكم الستاره الوتر بروف بس عشان نشوقكم كده، خليكم معانا بس لسه مش ولا هنوريها لهم دلوقتي. انا جايب لك ستاره حاجه تشرف فعلا. بص يا استاذه الحلويات، الشغل ده لسه جاي لنا حالا. دي مش الوتر صح؟ لسه جاي الصبح ما يرضي الله. بص من تحت واخده لونين، واخده شكل جديد. تمام تمام. بص يا استاذه الحلويات، دي حاجه بلاك اوت اصلا، في برضه بديل سجاد يمشي على السنه دي. تمام تمام. دي حاجه بلاك اوت يا استاذه. بصي حاجه خامه تقيله بلاك اوت على التركيب. على التركيب صح؟ عشان نوري الناس اللي احنا على المصداقيه بتاعتنا. افرزي الحاجه كده قدام اي كشاف نور، ما تبينلكيش الاضاءه. تمام يا استاذه. بلاك اوت. بكام بقى الستاره دي يا استاذه؟ الستاره دي كنا بنبيعها ب 210. كنا بنبيعها ب 210، كل زبائننا وكل بتوع زبائن سنتر العروسه جيب 185 فقط. 185 فقط يا استاذه. شياكه. حاجه ستان حريق. جربي تصنعيها، جربي تروحي عند حد يفصلها لي. هنوري الناس كل الوانها يا استاذه. طبعا متر ونص ب 280. من بره، من بره حتى، من بره وري الناس. بص يا استاذه. اهو. ده لون. كله بنفس الشكل اللي انت شفتيه. بص يا استاذه. بص كل ده الوان منها. الغوامق والفواكه. بص يا استاذه. الزجزاج دي منها؟ لا. خلينا في الشكل الجديد ده بلاك اوت. بصي الالوان منها. اتقل سجاده معاكي؟ اتقل قصدي ستاره؟ التشغيل بتاعتها حلو قوي برضه. كل دي الوان منها. بقول لك ايه، غيري ديكور شقتك ببلاش. الارض والحيطان وكل حاجه ببلاش، ولسه صفقات الصين. استنوا عشان عامل لكم صفقات من الصين هتموت. الناس الحته الكشمير دي، لان اغلبيه الناس بتيجي على الرصاصي والكشمير، وانا الحمد لله بفضل الله عندنا الرصاصي والكشمير متوفر. بص يا استاذه، بص الحلويات يا استاذه. الوان متنسقه مع بعضها يا استاذه. تفرشي حاجه. بصي شقتك بحاجه شيك، بحاجه محترمه. اقول لك اقول لك ببساطه كده، جربي تشتري حته القماش دي لوحدها والكام حلقه دول لوحدهم والشريط ده لوحده، وتروح الواحد يفصلها لك. انا بقول لك اهو، وروح الواحد يفصلها لك، شوفي هتكلفك كام. مفيش ايمن. بصي اهو واقف وراكي في النور اهو، مفيش حاجه وراها. كل الوانها موجوده.
واللون فاتح مش غامق. تسع الوان يا استاذ. لو شقتك الالوان دي وعايزه كمان مدير سجاد في نفس الالوان دي مدير سجاد. وفي ميكسات بقى تقدري تعملي ميكسات لو عايزه تعملي ستارتين جنب بعض بشكلين بلونين. شكل من الاشكال. نوري الناس شكل ثاني الزجزاج. الزجزاج دي برضو استقرار يا استاذه. التكرار بقى معانا يا جماعه. تمام يا استاذه. بص بقى العرض كام؟ العرض كام والطول كام؟ متر ونص. بص يا استاذه اللي فاتت كانت كام؟ كله متر ونص يا اخويا. متر ونص كله اهو. بص يا استاذه برده حاجه بلاك اوت برده حاجبه للاضاءه يا استاذه. النهارده جايب لكم شويه الوان من الزجزاج دي الوان تحفه فعلا. الوان تمشي مع الوان شقتي كلها. لو عصت على بني على بيج على رصاصي على كحلي على صافي على مستردة هتلاقي الالوان دي كلها متوفره عندنا. بص يا استاذه نوري الناس اللي الزكريه. ارفعي الحاجه قدام الكشاف كده وانت بتشتريها من قدامنا دلوقتي. لو لقيت اي ضوء داخله الستاره تعرفي ان احنا بنضحك عليك. امسكي الستاره كده حاجه بلاك اوت حاجه محترمه. بصي يا فضل الله بيوريك المنتج بيوريك تشتريه ازاي. احنا ضربنا قدامنا كل الالوان الموجوده في الاكل الثاني يا جماعه وشغالين يوميا من الساعه 11 للساعه 10 وجميع العروض متاحه اونلاين معاكي. جميع عروض قسم الحافظات متاحه معاكي. قلنا بكام؟ بكام الزجزاج؟ ب 185 برضه الزجزاج معاكي. بص يا استاذ الحلويات الناس اللي بتحب اللون المستردة وداخل في الالوان الكحليات والرصاصي. بص انا عايز اقول لك الخامه روعه. حاجه تمشي مع الوان شقتك. سامعه؟ عامله رصاصي، عامله كحلي، عامله جنزاري، عامله اي لون، حتى الخلفيه بتاعتها الاوفايت. يعني بص الخلفيه كلها من تحت اوفايت، الالوان كلها راكبه على الاوفايت. الكشمير فرصوصي. ماشي. كل الوانها يا جماعه موجوده. بص يا استاذ بص يا استاذ بص يا استاذ الالوان. انا يا استاذ بقول لك ايه الطقم الطقم اللي مكسر ثواني هنخش عليه. يلا. دي الستاره اللي هي الزجزاج برضه عندي منها الستاره البلاك اوت برضه كانت تكرار والناس كلها بتسال عليها. احنا قلنا الستاره الزجزاج والستاره الثانيه البلاك ارفع في النور كده ارفع في النور بعد اذنك. بص يا استاذ بصي اهو مفيش حاجه وراها. ارفع الستاره كده قدام الاضاءه مش خامه تقيله شعاع نور حاجه تحجب لك الرؤيه والاضاءه. بص يا استاذه الحلويات احنا قلنا الستاره الزجزاج. بص يا استاذه بكام دي يا ايمن؟ 165 بس. العرض ده ب 165 اللي فات كان 185 ده 165 معاك وفي الوانها برده. بص يا استاذه طب يلا خش على ركنه بسرعه عشان فاضل لنا خمس دقائق في اللايف بعد اذنك. ماشي. انا عايز اعرف الستاير الجديده. قول لي دي ستاير الوتر بروف. الوتر بروف ستارت المشمع بتاع البلكونه. نوري الناس كل حاجه دلوقتي. دي برده بكام؟ هي 165. 165 معاك. دي رسمه عرباوي حاجه سيناوي حاجه جميله حاجه محترمه برده بلاك اوت نفس الخامه. جايبين لك منها اكتر من اربع خمس نقشات. الوتر بروف فين؟ الستاره دي كانت الناس كلها بتسالنا عليها. الستاره دي كانت الناس كلها بتسالني عليها عشان الشتاء. ورينا. حاجه ووتر بروف عزه للنطره. يعني حضرتك تحطها في البلكونه. بقول لك ايه لو جبتي مشمع النهارده عشان تحمي بيه الستاره هتجيبيه بكام؟ هتجيبيه ب 100 جنيه على الاقل مشمع غلي. جبنا لك الووتر بروف. تمام يا استاذه. بص يا استاذه الحلويات الستاره دي نازله مقاس واحد يا استاذه. الستاره دي نازله متر ونص بس حضرتك لو بلكونتك 3 4 5 متر زودي حتتين ثلاثه عند اي ترزي بيشبط لك الاثنين في بعض بقت 3 متر بقت 4 متر زي ما انت بتحب. هي نازله نقشتين او نازله تقليمتين نازله التقليمه العريضه بتاعها مظبوط على التركيب. على التركيب دي عطل متر ونص 3 متر صافي. دي هتجي لك متر ونص 3 صافي. تمام يا استاذ تمام. عندي برضو الستاره الثانيه اللي مصر كلها بتعلقها في بلكوناتها موجوده ومفرج الناس عليها. انا عايز اتفرج على الوانها. تمام. هي نازله لونين. هي نازله نقشتين بس يا استاذ. لونين دول بس. تمام. حلو قوي. نازله القلم العريض ونازله القلم الرفيع. بصوا بقى يا جماعه معلش الافراج عن السنه. السعر بكام؟ السعر مفاجاه. مش هتدخل شمس ارخص من المشمع. تمام. لا وفي المطر كمان مفيش نقطه ميه. مفيش نقطه ميه تمسك فيها. ارخص من المشمع. انا عايز اقول لك لو انت عندك ستاره كمان غاليه احميها بالستاره دي. تمام. احميها بالستاره دي. دي الستاره اللي هي للشتاء. هنوريك الستاره الشمس اللي مصر كلها بتعلقها في بلكوناتها. بص بقى 75. 75 انا شفت السعر اتخضيت والله. تمام. 75 جنيه. انا عايز اقول لك الدبل اللي فيها ب 75 جنيه على التركيب. انا عشان كده سايب لكم ايمن النهارده ايه عشان نشرح لكم باستفاضه برضو عشان تفهموا العروض اللي انتوا جايين تشتروها. قلنا عنواننا عشان الناس ما تنساش
شبرا الخيمه اخر شارع احمد عرابي بجوار نزل الدائري من دائري ام بيومي على طول سنت العروسه رزق نتاج. دي الستاره يا استاذه اللي مصر كلها بتركبها في بركوناتها واشهر من نار العالم ومصر كلها بتجينا من اخر الدنيا عشان تاخد الستاره دي من عندنا لانها مش موجوده في اي حته غير عندنا. ستاره 3 متر. بص ستاره 3 متر. هي حته واحده على طول. انا لو في مكان واسع هفردها لك للاخر. بص يا استاذه الكوبري قد ايه؟ سقفها دي 82. تمام يا استاذه 82 في 72 صفر. 82 عرض 72 طول 82 عرض 72 طول. الستاره دي بصي. في اي حته بتتباع ب 160 وب 170 جنيه. انا بقول لك احنا عندنا هنا فقط ب 130 جنيه. أجرة الترزي بعد ما تجيبي له القماش والدبل هياخد منك 150 جنيه. هي الستارة على بعض اهي 3 متر قماش ستاير من دوت وديهم لترزي شوف هيتكلف معاك قماش كام وتفصيل كام ومصنعية كام. أنا أقول لك حق التفصيل بس تمام. حق التفصيل بس 130 جنيه هتاخد الستارة 8 تلوان يا أستاذ 130 وعندنا شحنة. أنا بأكد إن أنا أشحنها لأي مكان وكميات عندي كل عروض قسم الحافظات اللي أنت شفتيها دلوقتي دي متاحة شحن معانا لكل حتة في مصر. الستارة دي نازلة مقاسين لان في ناس بتجينا عايزه مثلا ستاره 4 متر ونص مش هتنفع تاخد 2 3 متر يبقى معاها 6 متر زياده. لا احنا بنطلع لك الصغيره والكبيره اهو وتشتغل معاكي شباك برضه بنطلع لك المتر ونص وال 3 متر معاك 4 متر ونص. ولا كنتك اكبر بنزود ولا كنتك اصغر بتاخد الصغيره او الكبيره. بكام دي ب 100 جنيه؟ 75 بس. 75 جنيه؟ لا ب 70 بس يا استاذه ب 70 كمان ب 70 جنيه اجره الترزي بس 70 جنيه. يا جماعه طول 72 140 تمام يا استاذه صافي متر و40 صافي في 82 طول ده الصافي بتاعها يا استاذه. جميل. طب بعد اذن بقى يا استاذ ايمن عشان ما نطولش على الناس في لايف الحافظات كده احنا يتهيألي وريناكم بسرعه نقول لكم بكره الحافظات الجبلان جايه 250 و150 موجوده عندنا جميع الرسومات موجوده وجميع الاشكال رسمه الايكيا اللي كانت الناس كلها بتسال عليها موجوده. ايوه بكره جايه منها 11 لون عنوان الابيض والبني والنبيتي والكشمير والجنزاري والرصاصي كل الوانها هتلاقيها متاحه بكره باذن الله وجاي منها المقاس الوسط اخر النهار الجبلان جاي انما كل العروض دي متاحه معاكي من اول يوم بالاضافه لعروض اللايف اللي فات بتاع الحافظات. عنواننا بسرعه شبرا الخيمه اخر شارع احمد عرابي جنب نزل الدائري ام بيومي بنفتح من 11 ل 11 ما عندناش اجازات وما لناش فروع اخرى. احلى مسا عليكم.